وهنا التيكت بروبرتيز بقى، ومن اسمها واضح ادي الكونتاكت انفورميشن، الاسم بتاعه، الايميل، الانفورميشن بتاعت التيكت نفسها، يعني هي اسايند لمين والستيتس بتاعتها. وانا اقدر اكستمايز على فكره الستيتس دي بحيث ان هي تبقى متناسبه مع الحاجه بتاعت الشغل بتاعي، يعني مش لازم يكونوا هما الفول ستيتسز اللي احنا شايفينهم قدامنا دول. طيب بعد كده في هي المفروض تتقفل امتى او تخلص امتى، ولو عايز احط تاجز معينه للتيكت دي على اساس ان التاجز دي بتساعدني ان انا بعد كده اجمع التيكت اللي ليها علاقه ببعض مع بعض، بمجرد ان انا بستخدم التاج ده از فلاج ان انا بفلتر بيه التيكتس اللي عندي. بعد كده التيكت انفورميشن اللي انا اقدر برضه كاستمايز الداتا اللي طالعه لي هنا، وهي كلها ليها علاقه بالكاستمر بتاعي. وهنا additional information زي ما انت شايف ال priority بتاعت التيكت دي، وهنا عندي الشانل اللي بتبين لي السورس بتاع التيكت جايه منين، لان احنا زي ما اتفقنا عندنا اكتر من شانل ممكن تخش منها التيكت على السيستم، ومنها الايميلز. يبقى التيكت دي مبعوثه من خلال الايميل، الكلاينت مثلا او الكاستمر شاف الايميل بتاع السبورت بتاعي على الويب سايت فاخده وبعت لي عليه التيكت بتاعته. هنا ممكن نكلاسيفاي التيكت دي، وهنا دي كانت الجزئيه بتاعت التيكت بروبرتيز. وزي ما انت شفت التاب البانر برضه ممكن يتفتح ويتقفل من هنا. ده الاي اي او الانتجريشن بتاع شات جي بي تي اللي احنا عاملينه مع السيستم، ان احنا ممكن من هنا بناخد اوفر فيو عن التيكت نفسها، ممكن نشوف ريبلاي اسيستنت بيبقى السورس اوف نوليدج بتاعه هو النوليدج بيز بتاعتي، النوليدج بيز اللي هي بتاعت السيستم نفسه. فانا ممكن اقول له جنريت كده ريسبونس، هنا بيديك اهو اقتراحات للريبلاي بتاعك يبقى شكله عامل ازاي. ممكن تقول بيست تو تيكت، يبقى انا كده رديت على التيكت اللي عندي. وانا لو فتحت الايميل ده بقى وشفت الريبلاي جايلي ازاي عليه، هلاقي ادي التيكت اللي انا بعتها، وادي الريبلاي اللي جايلي من السيستم. وهنا ممكن ادي تقييم كمان جود او باد، وتعالوا نخليها جود. وهنا طبعا هو شايف عشان انا عامل ساين ان في السيستم، فهو شايف ان انا اللي بقيم التيكت فبيقول لي مش هينفع، فكان لازم احنا نعمل ساين اوت من هنا او نفتح الايميل ده في براوزر تاني او في انكوجنيتو ويندو او حاجه زي كده. يعني مش مشكله دلوقتي القصه دي، ولكن كده انا شايف القصه بتاعت الريبلاي مشيت ازاي باستخدام شات جي بي تي. لو تبص هنا هتلاقي الارتكلز اللي ليها علاقه بالتيكت بتاعتك ابتدى هو يطلعها لك هنا، وكل ده طبعا ريليتد بالنوليدج بيز اللي احنا لسه ما جيناش عندها. ولكن انت هنا ممكن تسال هي الداتا دي جايه منين؟ انا عايز اقول لك ان احنا في ريسورسز اوريدي متضافه جوه النوليدج بيز بيزد على الريسورسز دي، هو مطلع لي كل الداتا اللي انت شايفها. يبقى ادي الارتكلز اللي جايه من النوليدج بيز. التايم لاين بقى بتاع التيكت نفسها، ممكن من خلال التايم لاين ده تقدر تعمل ميرج لأكتر من تيكت مع بعض. وهو هنا بيبين لك التيكت اللي انت currently واقف عليها او شغال عليها دلوقتي، الفولورز، واحنا ممكن نقاد فولورز بحيث يتابعوا اللي بيحصل على التيكت ده، بيبقوا يا اما معايا في التيم او في تيمز تانية جوه الديبارتمنت بتاعي، ما ينفعش احط هنا حد من ديبارتمنت مختلف. وهنا زي ما انت شايف ادي الايجنتس اللي معايا جوه نفس الديبارتمنت. هنا ممكن تشير التيكت مع ديبارتمنتس تانية، يبقى ده انترنال الفولورز دي جوه نفس الديبارتمنت، وده اكسترنال لديبارتمنتس تانية. السكيلز دي حاجة مهمة جدا، ان احنا لازم يبقى في سيت اب للسكيلز على حسب الايجنت او على حسب التيم. يعني في تيم هيبقى عنده سكيلز ان هو يجاوب على الفاينانشال تيكتس، او يعني يتعامل مع الفاينانشال تيكتس، في تيم ليه علاقة بالادميشن، في جوه التيم في شخص مثلا ليه علاقه بالانترناشنال ستودنتس. فكل ايجنت او كل تيم انا هعمل سيت اب للسكيلز بتاعته
فهقدر بعد كده اوتو اساين التيكتس دي مباشره لي اول لما تدخل عندي على السيستم. هنا السي ار ام دي الانفورميشن بتاعه الشخص ده على السي ار ام عندي، لان احنا لو فتحنا السي ار ام هتلاقي هذا الشخص برضه موجود عندي في الكونتاكتس موديول. اخر حاجة عندي شات جي بي تي، وهنا شات جي بي تي مهمته ان هو زي ما قلنا يا اما هيعمل ريبلاي اسيستنت يا اما هيعمل تيكت بريدكشن.